عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة الخاصة وكلية جديدة من كليات الجامعة الإسلامية العريقة، هذه الكلية العظيمة التي تخرج التجار، تخرج رياديي الأعمال، وتخرج النخب العالية من كافة المستويات التي يتبوؤون مناصب مرتفعة جدا ومتقدمة في المجتمع الفلسطيني. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية هي محور حديثنا اليوم في هذه التغطية المفتوحة. للحديث عن هذه الكلية معنا الآن في الاستوديو الدكتور إسماعيل قاسم، مشرف المستوى الأول في الكلية. أهلا وسهلا بك دكتور. ومعنا أيضا الدكتور محمد العشري، رئيس قسم المحاسبة. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بكم جميعا. وننوه لكم مشاهدينا الكرام أن البث المباشر الآن الذي ابتدأ على صفحة الجامعة الإسلامية على الفيسبوك يتيح لكم ترك كافة التعليقات والاستفسارات الخاصة بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. جميع الأسئلة سيتم الإجابة عليها بشكل كامل ومفصل من قبل ضيوفنا هنا في الأستوديو. نبدأ معك دكتور إسماعيل، لو تعطينا نبذة عن كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية. طبعا بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نتقدم بأحر التهاني لطلبتنا الناجحين في الثانوية العامة. كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية أنشئت سنة 1981، تعتبر من أوائل الكليات اللي أنشئت في الجامعة الإسلامية. بدأت كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بتخصصي الإدارة والمحاسبة، وكانت تخصص الإدارة والمحاسبة تخصص مزدوج وتخصص الاقتصاد. ثم بعد ذلك بدأت الكلية في التوسع في برامجها، فبدأت في تخصص المحاسبة ثم إدارة الأعمال ثم الاقتصاد في سنة 1994، ومع قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تم تصميم برنامج والحصول على اعتراف لتخصص الاقتصاد والعلوم السياسية. ثم بعد ذلك انتقلت الكلية في عام 2005 إلى تخصصات اللغة الإنجليزية، فأصبح هنالك إمكانية لحصول الطالب على تخصص المحاسبة باللغة الإنجليزية ثم إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية. وواكبت الكلية تطورها ومراعاة متطلبات السوق، فقامت بتصميم برنامج والحصول على اعتراف في تخصص الاقتصاد والإحصاء التطبيقي ثم برنامج السياسة والإعلام. وحديثا في هذا العام حصلت الكلية على تخصص متميز وهو تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية، هذا على مستوى درجة البكالوريوس. أما على مستوى درجة الماجستير فالحمد لله الكلية في عام 2001 وهي من أوائل الكليات اللي حصلت على برنامج ماجستير إدارة الأعمال، ثم في العام 2003 حصلنا على برنامج ماجستير المحاسبة والتمويل، في العام 2012 الحمد لله حصلنا على برنامج ماجستير اقتصاديات التنمية، ثم حصلنا حديثا على برنامج ماجستير الإدارة الصحية في هذا العام، وأيضا هنالك برنامج الدراسات الإقليمية والدولية أيضا حصلنا عليه منذ عامين تقريبا. هذا بالنسبة لدرجات الماجستير في الكلية. أما على مستوى برامج الدكتوراه فالحمد لله هنالك برنامج الدكتوراه في العلوم الإدارية والمالية، أيضا حصلنا على اعتماد من وزارة التربية والتعليم في هذا العام وبدأ التسجيل به، وهذا يعتبر يعني رافعة للمجتمع الفلسطيني وسيعمل على تسهيل الأمر على الراغبين في إكمال دراستهم في الدكتوراه، حيث أنه سيتاح لهم إكمال دراسة الدكتوراه دون أن يعانوا السفر والغربة والانقطاع عن أعمالهم. نعم. بالانتقال لكم دكتور محمد، ولو أردنا الحديث بشكل خاص عن تخصص المحاسبة أو عن قسم المحاسبة، بعض التفاصيل المتعلقة بهذا القسم. بداية أكرر تهنئتي لخريجي الثانوية العامة وأتمنى لهم حياة جامعية موفقة. بخصوص قسم المحاسبة، هناك الكثير من الأسئلة والسؤال الرئيس في بالنسبة للطلاب، إيش أنا بدي أصير لما أتخرج؟ أنا كمحاسب إيش بدي أشتغل؟ أنا إيش بدي أستفيد من تخصص المحاسبة أو إيش بدي أدرس؟ باختصار من أصغر
عشان أوصل الفكرة لطلاب الثانوية العامة، من أصغر مؤسسة موجودة في أصغر مدينة أو في أصغر قرية لأكبر مؤسسة موجودة في العالم لازم يكون في عندها محاسب. يعني أقل مؤسسة لازم يكون في عندها محاسب. فبالتالي لإدارة الأعمال أو لإدارة المؤسسات المحاسب ركن أساسي في أي مؤسسة، هذا بصورة أولية. إيش مهمة المحاسب؟ أي منشأة تحتاج إلى اتخاذ قرار، وهذا القرار عشان أنا أقرر أني أبيع أو أشتري، أستورد أو أصدر، أصنع أو ما أصنعش، بدي معلومة. اليوم إحنا منعيش في عصر المعلومات، وبدون معلومة لا تستطيع اتخاذ قرار. وأحد أهم الأسباب للمشاكل الموجودة ممكن نحكي عنها عندنا غياب المعلومة، وغيابها في مؤسسة خاصة أو في مؤسسة عامة هو أحد المشاكل الرئيسية. فبالتالي إحنا ممكن أحكي باختصار إنه المحاسب هو عبارة عن مصنع المعلومات. جميل. لو أردنا التحدث في بعض الأمور المتعلقة بالقبول والتسجيل دكتور إسماعيل، حدثنا عن بعض الطلبة يتساءلون عن كيف يمكن الالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، ما هو مفتاح التنسيق وهل متاحة للعلمي أم للأدبي أم للإثنان معا؟ طبعا كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بتستهدف فئتين، الفئة الأولى هي فئة طلبة الثانوية العامة، الفئة الثانية هم من قاموا بإنهاء درجة الدبلوم وأرادوا التجسير لإكمال درجة البكالوريوس. طبعا بإمكان الطالب أنه يتوجه للدائرة المالية، يقوم بدفع رسوم طلب الالتحاق، ومن ثم يقوم بإدخال الطلب من خلال موقع الجامعة. طبعا عملية إدخال الطلب والالتحاق بالجامعة لا تحتاج أي أوراق ثبوتية في المرحلة الأولى سوى رقم الجنوس، ومن ثم يقوم بإدخال البيانات واعتماد الطلب مباشرة، يأتي له التنسيب حسب الكلية التي يرغب بالدخول إليها. طبعا بالنسبة لطلبة الثانوية العامة بإمكانهم أنهم هم يلتحقوا في التجارة تخصص عام كمستوى أول، يعني الطالب عندنا في السنة الأولى يأتي إلينا يدرس سنة أولى عام تخصص عام، بتعرف على مبادئ المحاسبة، مبادئ الإدارة، مبادئ الاقتصاد، وبعد أن ينهي المستوى الأول بواقع 30 ساعة يقوم بعملية اختيار التخصص، إما أن يذهب إلى تخصص المحاسبة أو تخصص الإدارة أو تخصص الاقتصاد. طبعا عندنا إحنا في التجارة باللغة العربية عندنا مجموعة من التخصصات، بإمكان الطالب أن يتخصص محاسبة أو أن يتخصص إدارة أعمال أو أن يتخصص اقتصاد منفرد أو أن يتخصص اقتصاد وعلوم سياسية أو أن يقوم بالتخصص في الاقتصاد والإحصاء التطبيقي أو أن يقوم بالتخصص في العلوم المالية والمصرفية، وهذا تخصص خاص بالراغبين في العمل في المصارف، في البنوك، في شركات التأمين. أيضا بإمكان أي طالب أن يقوم بعملية الالتحاق بشكل مباشر في تخصص السياسة والإعلام، يعني أي طالب أنهى درجة الثانوية العامة تخصص السياسة والإعلام مباشرة بإمكان الطالب من أول ما يدخل الجامعة أنه هو يقوم بعملية الدخول وتسجيل رغبته في تخصص السياسة والإعلام. أيضا تخصص التجارة باللغة الإنجليزية، الطالب يأتي إلينا في تخصص التجارة عام يدرس مستوى أول بواقع 30 ساعة، ومن ثم يقوم بعملية التخصص إما في تخصص الإدارة أو تخصص المحاسبة، زائد أنه سيتاح أنه التخصص في التسويق والتجارة الإلكترونية. وأيضا تسهيلا على الطلبة في الثانوية العامة قمنا بفتح تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية للالتحاق بشكل مباشر، يعني الطالب اللي أنهى درجة الثانوية العامة بإمكانه أنه هو إذا كان يرغب في تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية اللي حصلنا عليه للمرة الأولى وهو التخصص الأول على مستوى فلسطين، بإمكانه أنه يقوم بعملية التخصص بشكل مباشر، بمجرد أنه دخل الجامعة ممكن يقوم بعملية الالتحاق في تخصص التسويق والتجارة. سنأتي على إلى الحديث عن تفاصيل هذا التخصص الجديد، لكن نتعرف أكثر على تخصص المحاسبة من خلالكم دكتور محمد، وبصفتك رئيس قسم المحاسبة حدثنا عن بعض الجوانب العملية التي تتاح لطالب قسم المحاسبة. تمام. لو بدنا نحكي في سوق العمل، وهذا ما هو بهم الطلاب وأهل الطلاب، إنه أنا بعد ما يتخرج إيش حيعمل أو حيستطيع الحصول على العمل ولا لا. بخصوص المحاسبة بنحكي أو نأكد إنه مجال العمل إلها واسع، بمعنى
القطاعات المختلفة في الأسواق ممكن نحكي أو سوق العمل، قطاع صناعة وقطاع تجارة وقطاع الانجيو صار اليوم قطاع لحاله والقطاع الحكومي. في كل القطاعات هذه المحاسب مطلوب وله فرصة عمل، إلى جانب أنه المحاسب ممكن يعمل في مجال الأعمال الحرة، يعني يأسس العمل الخاص به أو المتجر الخاص به أو الصناعة الخاصة به، فبالتالي مجال العمل تبعه مش محدود في وظيفة. صحيح إحنا بنحكي اليوم عندنا في البلد عشان نكون واضحين معدلات البطالة نوعا ما أو مش نوعا ما، معدلات البطالة عالية، لكن لو رجعنا لنقابة المحاسبين والنقابات الأخرى سنجد أنه معدلات البطالة لدى المحاسبين هي الأقل على مستوى قطاع غزة، فبالتالي فرصة عملهم أعلى بالرغم من وجود الوضع الاقتصادي السيء في البلد وإن شاء الله بتحسن، لكن فرص العمل لأنها مفتوحة ومش محدودة بس في وظائف حكومية وهي اليوم فيها بعض المحدودية في التوظيف، مفتوحة عنده في مجالات الانجيوز مثلا، في الشركات الصناعية، الشركات التجارية، وأنه ينشئ عمله الحر بنفسه، فهذه كلها مجالات عمل ممكن هو يشتغل فيها. جميل جدا، ومن الرائع أنه هي تكون أقل نسبة بطالة هي نسبة خريجين المحاسبين. صحيح، هذا وفق نقابة المحاسبين في إحصائية كانت السنة اللي فاتت، بالإضافة إلى شغلة تخص الجامعة الإسلامية، كان في عنا دراسة السنة اللي فاتت أشرفنا على أكثر من دراسة للماجستير في خصوص التعليم المحاسبي، وعملنا مقارنة بين الجامعات المختلفة في قطاع غزة، فكان معدل تشغيل المحاسبين خريجي الجامعة الإسلامية بالذات هو الأعلى، يعني بمعنى أنه حوالي كان في الدراسة على ما أذكر الرقم قد يكون مش دقيق لكن في هذا المتوسط أكثر من 70% كانوا من المحاسبين العاملين في المؤسسات هم خريجي الجامعة الإسلامية. وطبعا تتميز الجامعة الإسلامية بوجود برنامجين، برنامج المحاسبة باللغة العربية طبعا وإله طلب وإله سوق العمل الخاص به، وبرنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية، بتعرف في مؤسسات أجنبية عاملة في قطاع غزة فبالتالي بتتطلب أنه تصدر تقاريرها باللغة الإنجليزية، فبالتالي إحنا بنأهل المحاسب الخريج من الجامعة الإسلامية في برنامج المحاسبة باللغة الإنجليزية لهذا النوع من أسواق العمل. يعني كمان بينقل الطالب المجال المحلي. صحيح، بصفته في لغة إنجليزية. نعود لكم دكتور إسماعيل ونتحدث عن التخصص الجديد الذي افتتح في هذا الفصل، التسويق والتجارة الإلكترونية، ونبدأ بالحديث عن أكثر ما يلتفت إليه الطلبة عند الالتحاق بهذا التخصص وهو مجالات العمل بعد التخرج. أين يمكن لطالب خريج تسويق وتجارة إلكترونية أن يعمل؟ طبعا زي ما تفضل الدكتور محمد، يعني احنا بنعيش في واقع لازم نكون يعني معترفين بانه في هنالك يعني عدم توفر فرص عمل سواء في القطاع العام او في القطاع الخاص، يعني احنا وصلنا لمرحله انه في عندنا ارتفاع في نسبه البطاله. كان التفكير بانه احنا نروح باتجاه انشاء التسويق والتجاره الالكترونيه على اساس انه احنا نفتح الافق الفضائيه للخريجين. احنا اليوم دائما بنعزز لدى خريج كلية التجارة يعني في قسم إدارة الأعمال على وجه الخصوص، وفي كلية التجارة أو في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بشكل عام، هو كيف انه الطالب يكون طالب ريادي، فأصبح في عندنا مساق يدرس اسمه ريادة وتطوير الأعمال، لأنه الطالب يجب أنه يكون صاحب أفكار إبداعية ويفكر في كيف أنه هو ينطلق بإنشاء مشروع. طبعا هذا الأمر خلانا أنه إحنا نروح باتجاه فتح تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية، لأنه إحنا بالفعل لو بدنا نيجي نطلع هذا التخصص سيفتح مجالات عمل كبيرة جدا للخريجين، من مجالات العمل اللي راح تكون موجودة وهو العمل الحر وإنشاء المشاريع الريادية الخاصة بهذا الطالب، يعني من خلال الفضائيات، من خلال مواقع الانترنت أنا ممكن أني أحصل على فرصة عمل، فهذا شيء مهم جدا أنه إحنا اليوم بدأنا نفكر بأنه إحنا على أساس نتغلب على مشكلة البطالة، فتح أفاق جديدة من خلال أنه العمل الحر وإنشاء المشاريع الريادية الخاصة. كذلك من مجالات عمل تخصص التسويق والتجارة الإلكترونية وهو العمل عن بعد، وهذا أصبح فرصة كبيرة جدا، كم كبير جدا من الخريجين اليوم هو أصبح أنه هو بحصل على فرصة عمل من خلال العمل عن بعد،
وعندنا حاضنات الأعمال داخل الجامعة الإسلامية ساعدت بشكل كبير جدا الخريجين وتاحت إنهم فرصة للتواصل وإنشاء مشاريع والعمل والحصول على فرص من خلال العمل عن بعد. كذلك من مجالات عمل التسويق والتجارة الإلكترونية وهو إدارة الحملات الإعلامية الإلكترونية، وهذا يعني أصبح كثير من الخريجين حصلوا على فرص عمل حتى قبل ما يحصلوا على الشهادة أو التخرج، في أنه هو يقوم بإدارة الحملات الإلكترونية عبر المواقع الإلكترونية. كذلك العمل كمندوب بيع متخصص، كذلك من مجالات العمل أيضا دراسة السوق والأبحاث التسويقية، إدارة المحتوى التسويقي سواء كان المحتوى التسويقي التقليدي أو المحتوى التسويقي الإلكتروني. هذه كلها مجالات عمل نسعى أنه بالفعل أنه إحنا نعززها لدى خريج قسم التسويق والتجارة الإلكترونية. جميل، وبما أن هذا التخصص من التخصصات الجديدة والذي يطرح لأول مرة هذا العام أو هذا الفصل، عفوا، نتحدث عن مفتاح التنسيق، معدل القبول للطلب في هذا التخصص. طبعا احنا كجامعة إسلامية مفتاح التنسيق بيتم اعتماده من قبل إدارة الجامعة والشؤون الأكاديمية. مفتاح التنسيق تم تنزيله على المواقع، وباب القبول هو للحاصلين على معدل 65% فما فوق، بإمكانه أنه يدخل في كلية التجارة أو في برنامج التسويق والتجارة الإلكترونية أو في برنامج التجارة باللغة الإنجليزية حسب ما أعلنت إنه هو إدارة الجامعة عن مفتاح التنسيق. نعم. التجارة اللغة التدريس في البرنامج هي عبارة عن ميكس ما بين اللغة العربية واللغة الإنجليزية، زائد أنه حيكون المساقات فيها جانب من الاي تي والتجارة الإلكترونية والدفع الإلكتروني، فهو يجمع ما بين مساقات في الاي تي وما بين مساقات في التجارة كالتسويق الرقمي، التسويق الإلكتروني، وسائل الدفع الإلكتروني، هذه كلها من مساقات التسويق الإلكتروني. نعم. نريد أعطاء الطلبة بعض الصفات أو النصائح، إيش ممكن بعض الصفات اللي ممكن تكون في خريج أو في طالب مخلص من الثانوية العامة، هذه الصفات إذا كانت موجودة تؤهله للنجاح أكثر في تخصص المحاسبة؟ شوف، بدي أحكي بصورة عامة على بعض ثقافتنا في التفكير كالتالي. في ناس تحكي والله أنا جبت معدل 90 أو كذا، لا ما بديش أخش كلية معينة نتيجة أنه معدل عالي. أنا بدي أحكي تجربتي الشخصية، أنا كنت أيام ما خلصت توجيهي مثلا كنت بقدر أخش علوم أو أخش هندسة، اليوم وإن كانت معدلات منخفضة بس في حينه مثلا. فكتير من الناس بتسمعهم اليوم لا بلاش تخش كذا، الكلية هذه بتقبل معدلات منخفضة، لا أنت خش كلية معدلاتها بتقبل معدلات عالية على أساس النظرة تبعت المعدلات. أنا نصيحتي للطلاب من واقع تجربتي خلال الفترة اللي فاتت انه مش المعدل هو اللي يوجهك، انت امكانيه العمل تبعتك، لانه باختصار انا ممكن احكي انه الدراسه لمده 4 سنوات هي عباره عن استثمار، يعني الاهل للطالب بدهم يستثمروا في هذا الابن لمده 4 سنوات، بدهم يدفعوا له رسوم الدراسه وبده يدفع الوقت اللي بده يقضيه اللي هو عباره عن 4 سنوات كل يوم، وين رايح على الجامعه ومن وين جاي، من جاي من الجامعه ومروح راسي بيجعني ويعمل الغداء وبدي ادرس وبدي اعمل الامتحانات، هذا كله عباره عن استثمار، يعني الوقت تبعك هذا استثمار وفلوس بتضيع، ايش بدك تسوي فيهم بعد ال4 سنوات؟ فبالتالي انا اليوم لو بدي اتخرج، انا خريج ثانويه عامه وبدي التحق في جامعه، بدي اشوف مين اللي عنده فرصه عمل، انا بعد ما اخلص 4 سنوات مين وين ممكن اشتغل، لانه سوق العمل محدود والمنافسه عاليه، فبالتالي بتطلب شغلتين، اول شيء انه انا اخش في الكليه اللي حتاهلني لسوق العمل واكون اني في عندي امكانيه او استطاعه للعمل، هذا الشغله الاولى. الشغله الثانيه بالنسبه للطلاب، بالعكس المعدلات العاليه حيكون عنده فرصه للنجاح والتميز في الكليه اعلى من الاخرين طبعا بصوره عامه الكلام. فبالتالي لما تكون انت في مكان اكثر تميزا فحيكون انت فرصه الالتحاق بالعمل عندك اكثر او اعلى. هذه الشغله الاولى. في كمان شغله بخصوص الالتحاق بالجامعه الاسلاميه، انا التحقت في البكالوريوس في الجامعه الاسلاميه وطلعت كملت دراسات عليا برا في دول عربيه ودوله اجنبيه.
كان في عندي توجس الصراحة، لأنه كتير هذا السؤال بتكرر عند بعض الخريجين. طبعا لما خلص من الجامعة الإسلامية بدي أكمل برا، بقدر أكمل برا؟ أنا بدي أجاوب السؤال بدون ما أنت تطرحي. طبعا بتقدر، من واقع تجربتي برضو كان عندي هذا التوجس لما تخرجت زمان في 2002. طب أنا معقول أقدر أكمل يعني هل أنا مؤهل؟ وجدت أنه أنا فعلا كنت مؤهل بصفتي خريج الجامعة الإسلامية، كنت فعلا أني أنا مؤهل لأكمل في دولة عربية ودولة أجنبية، وما واجهتش أي نوع من أنواع المشاكل. أنا في سؤال كثير بتردد عند الطلاب وعند أهل الطلاب، السوق المحلي وغزة محدودة والموارد محدودة وجامعتنا نوعا ما ناشئة أو فتية يعني، لكن بالرغم من كل هذه المحددات والصعوبات اللي موجودة في البلد، أنا وكثير من زملائي، أنا بعرف كثير زملاء عندنا كانوا خريجين من الجامعة الإسلامية وطلعنا كملنا برا، ما كانش في عندنا أي مشاكل في استكمال دراساتنا ولا في العمل كمان. يعني في كثير من الناس اللي طلعت تشتغل خلصت من الجامعة الإسلامية تمكنت إنها تشتغل في دول أجنبية ودول عربية ولم تواجه صعوبات، بل جميل. بحكي وأنا مطمئن، وبعض الناس ممكن تعتبر هذا تحيز أساس إني عامل في الجامعة الإسلامية. لا، كطالب كنت سابقا في الجامعة الإسلامية بحكي وجهة النظر هذه. والدليل واضح أمامنا أنه حضرتك خريج الجامعة الإسلامية والآن تعمل في الجامعة الإسلامية، وهذه كمان سؤال يتكرر، هل الجامعة الإسلامية بتوظف خريجيها؟ عندنا الدكتور إسماعيل الخريجي الجامعة الإسلامية، وأنا خريج الجامعة الإسلامية، وحضرتك خريج الجامعة الإسلامية، وعميد الكلية ونائب ورؤساء أقسام كلهم في الغالب على ما أذكر من خريجي الجامعة الإسلامية. ما شاء الله، يعني نخبة متميزة جدا. طيب دكتور إسماعيل، في معنا سؤال من طالب على الفيسبوك بيسأل أحمد، من يتخرج من الكلية أين يمكن أن يعمل؟ طبعا هو صدقا أنا يعني في نفس الإجابة على هذا السؤال، من ضمن النصائح أنا بدي أقول للطلبة الراغبين بالالتحاق في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، تميز بانضمامك معنا. هذه كلية عريقة فيها مميزات عديدة جدا. أهم ما يميز هذه الكلية هو تنوع خريجين أعضاء الهيئة التدريسية بها. أي طالب أنا بقول له بإمكانك اليوم كل شيء متاح عبر المواقع، ادخل على أي موقع شئت لأي جامعة وانظر إلى أعضاء الهيئة التدريسية، لأنه في الآخر أنت بدك تأخذ من معين، فلا بد أنه أنت تتعرف على هذا المعين اللي أنت بدك تنهل منه العلم والمعرفة. ما يميز كلية التجارة أنها كلية عريقة تنوع خريجي أعضاء الهيئة التدريسية بها. لو أخذنا مثلا على سبيل المثال قسم إدارة الأعمال، قسم إدارة الأعمال هنالك حملة الدكتوراه من الولايات المتحدة الأمريكية، هنالك خريجين من بريطانيا، هنالك خريجين من الهند، هنالك خريجين من الفلبين، هنالك خريجين من ماليزيا، هنالك خريجين من تركيا، هنالك خريجين من جمهورية مصر العربية. فهذا يعطي نوع من تنوع الثقافات. أعضاء الهيئة التدريسية مش جايين كلهم من دولة واحدة، إنما من عدة دول، فأخذوا عدة ثقافات وخبرات متعددة جدا. فهذا شيء يميز أعضاء الهيئة التدريسية ويعطي ميزة للخريجي الكلية. طبعا بالنسبة لخريجي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، طبعا الكلية خرجت أعداد كبيرة جدا، وهنالك ناس متميزين، هنالك من يعمل في رتب سامية في البنك الدولي. عندنا أحد خريجين قسم إدارة الأعمال يعمل في مركز مرموق في البنك الدولي. هنالك خريجات لدينا قاموا بالحصول على منح وأكملوا دراساتهم في بريطانيا وفي عدة دول. فهنالك من يعمل في القطاع العام، هنالك من يعمل في القطاع الخاص، وهنالك طلبة ما زالوا على مقاعد الدراسة ومن خلال دراستهم لبعض المساقات أصبحوا أصحاب مشاريع ريادية. صدقا هنالك بعض الطلبة يدخل عليه شهريا لا يقل عن $500 وهو ما زال طالبا من خلال مشروع ريادي هو أنشأه، وبدأ هذا المشروع يقوم بتغطية كافة مصاريف الدراسة له. لدينا قصص نجاح عديدة جدا كبيرة جدا. من أراد أن يلتحق نحن نقول له تميز بانضمامك لكلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، وكن على يقين
بأنك إن كنت من أصحاب الإرادة من أصحاب العزيمة تستطيع أن تحصل على فرصة عمل وأنت ما زلت على مقاعد الدراسة. أهم شيء إن أنت تكون صاحب إرادة صاحب عزيمة، تكون ريادي متميز، ولا تقلق من فرص العمل. فرص العمل لخريجي كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية متاحة بشكل كبير جدا، من أكبر الكليات إنه ممكن إنه الطالب يحصل على فرصة عمل هو خريج كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، يعمل في البنوك، يعمل في القطاع العام، يعمل في شركات التأمين، يعمل في الشركات كمسوق، كمندوب مبيعات. فكن على يقين بأنك ستجد فرصة عمل مناسبة، ولكن وصيتي لك إذا أردت أن تلتحق يجب أن تكون من المميزين. جميل جدا. أيضا سؤال آخر من باسل بيسأل عن تخصص إدارة الأعمال، ما هو مجاله والعمل به؟ وبيحكي أنه هو سمع أنه الفرص محدودة، فرص العمل لإدارة الأعمال، كيف ترد؟ إطلاقا، اليوم ما فيش مؤسسة عامة بتستغنى عن الإداريين. الإداري مطلوب في مؤسسات القطاع العام، الإداري مطلوب في مؤسسات القطاع الخاص. فيش مؤسسة تعمل بدون خطة. من يقوم بوضع الخطة سواء كانت خطة على المستوى القصير أو على المستوى المتوسط أو على المستوى الطويل هو يجب أن يكون من خريجين إدارة الأعمال. أيضا إن إدارة الأعمال تتيح المجال للعمل الحر وإنشاء المشاريع الريادية الخاصة، بتعزز لدى الطالب هذا التوجه. نحن اليوم في خططنا اللي احنا بنطورها، احنا عندنا خطط بتم تطويرها لتواكب سوق العمل. كل 4 سنوات نقوم بتطوير الخطة، وبنقسم الخطة ما بين متطلبات الجامعة اللي بتغرز القيم والثقافة الإسلامية لدى الخريج، وفي عنا متطلبات الكلية، وأيضا في عنا متطلبات التخصص. متطلبات التخصص بنعزز فيها عدة أمور، بنعزز فيها جانب الـ NGOs، يعني في عنا مساقات لدراسة المنظمات غير الحكومية، في عنا مساقات بتعنى بالإدارة العامة والقطاع العام، في عنا مؤسسات تعنى بمنظمات الأعمال، في عنا مساقات تعنى بالريادة العامة وإدارة الأعمال الدولية. فهنالك مجال كبير جدا لخريجين إدارة الأعمال العمل في القطاع العام والقطاع الخاص وقطاع الـ NGOs، بالإضافة إلى أنه هو يعمل في المشاريع الحرة ويعمل في المشاريع الريادية الخاصة به. جميل جدا، يعني مجالات عمل متنوعة سواء في قسم إدارة الأعمال أو في قسم المحاسبة أو جميع الأقسام التي تنتمي لهذه الكلية العظيمة. إذا الدكتور إسماعيل قاسم مدير المستوى مشرف المستوى الأول في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، شكرا جزيلا لك. الشكر موصول لكم دكتور محمد العشي رئيس قسم المحاسبة، شكرا جزيلا لك. وأيضا شكرا لكم مشاهدينا الكرام على متابعتكم لنا. انتهت جولتنا مع كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، سنكون معكم إن شاء الله في جولة أخرى مع كلية أصول الدين الساعة 1 ظهرا، نرجو أن تبقوا معنا. هذه كانت نهاية حلقتنا، دمتم بود وإلى اللقاء. يعطيك العافية دكتور. Okay.